السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الموضوع بتاع دلوقتي يا جماعة عن اعتزال الفنانة مريهان حسين الفن. يا جماعة طلعت واعلنت ان هي هتعتزل الفن نهائيا. اقول لكم تفاصيل الخبر، وكمان هتكلم معاكم النهاردة عن عرض جواز. عرض جواز يا جماعة ب2 مليون دولار للفنانة حورية فرغلي. اقول لكم تفاصيل الخبر. اتمنى منكم لو الفيديو عجبكم ما تنسوش اللايك والاشتراك والتعليق في القناة. بصوا يا جماعة، بنسمع عن فنانين كتير قوي بيعتزلوا الفن في سن كبير، يعني بيكونوا بعد ما خلاص سنهم كبر وما بقوش قادرين يقفوا قدام الكاميرات او قادرين ان هم يصوروا، فعشان كده بيطلعوا ويقولوا ان هم هيعتزلوا الفن، بعكس الفنانة مريهان حسين. الفنانة مريهان حسين يا جماعة اللي لسه في عز شبابها زي ما بيقولوا، اللي لسه في رعيان شبابها، طلعت واعلنت ان هي هتعتزل الفن نهائيا. وبجد انا بحب قوي لما اطلع احكي واقول لكم على حد من الممثلين اعتزل الفن او اعتزل مهنة التمثيل. اقول لكم شوية تفاصيل واقول لكم هي قالت ايه بالظبط. الفنانه مريهان حسين يا جماعه ممثله مصريه، شاركت في فيلم عمر وسلمى الجزء الثاني، والفيلم وفيلم الهرم الرابع، من مواليد 28 اكتوبر 1982، عندها 40 سنه، من القاهره. اسمها الحقيقي مريهان حسين محمد بسيوني. طب هي اعتزلت الفن حقيقي؟ يا جماعه حقيقي، مش المره دي بقى كانت مثلا قاعده في لقاء او قاعده في اي لقاء تلفزيوني وقالت كده، لا ده هي فعلا اعتزلت الفن. واقول لكم تفاصيل الخبر. اعلنت الفنانه مريهان حسين عبر حسابها الشخصي على الانستجرام بقرارها باعتزالها الفن من خلال رساله على خاصيه الانستجرام. طلعت وكتبت ايه؟ اجازه مفتوحه من السوشيال ميديا والمكالمات والالتزامات والمجاملات والتواجد من اجل الاخرين، مش هكون موجوده، لا عايزه حاجه من حد ولا حد يعوز مني حاجه، واللي زمان انا عشته لغيري انا دلوقتي هعيشه لنفسي، لا عايزه تقدير لا في شغلي ولا في حياه ولا في حياه ولا في صحاب ولا في حبايب ولا معارف ولا حاجه تستاهل ولا حد يستاهل. اللي بيحبوني شكرا وكتر خيركم، واللي ما بيحبونيش شلوني من حساباتكم لحد ما اقدر اواجه الحياة الظلمة دي تاني. سلام. تعبت واشعر بعدم التقدير لشخصي ولموهبتي، ولم اعتد البقاء في مكان ومع اشخاص لا تقدرني، تعبت، لذلك اعتزل الفن نهائيا. بصوا بقى، كتبت البوست ده على الانستجرام، كتبت وقالت ايه؟ بعدما قدمت العديد من الادوار التي لا تشبهني ولا تشبه موهبتي ولا تستغل ادواتي كفنانة ممثلة محترفة، وحصلت على العديد من ورش التمثيل، واملك القدرة على التقليد بالاداء والصوت والشكل والهيئة والملامح التي اجيد رسمها على وجهي بالمكياج والشعر دون مساعدة من أحد وبنفسي فقط وبأبسط الإمكانيات، وأصور بنفسي وأعمل مونتاج بنفسي لأعرض عمل مبدع بشهادة الجمهور الذي ألتقيه في الشارع والمول وفي كل مكان، ليقولوا لي أنت مظلومة، والله إحنا نفسنا نشوفك في أعمال أكتر مناسبة لموهبتك الكبيرة، ده غير إني أمتلك صوت حلو وقادر على الغناء الذي أعشقه، لكني تعبت ولم أعد أسعد بجملة، أنتي مظلومة، لم أعرض موهبتي على من لا يراها ولا يقدرها ولا يحتاجها، وسط مصالح وشلة ومين متجوز ومين مصاحب ومين مش شاطر وموهوب، فلذلك أنا بعتزل الفن نهائيا، وبعلنها على صفحتي على الانستجرام الشخصية إن أنا خلاص يا جماعة مش هتشوفوني ولا في مسلسلات ولا في أفلام ولا في أي لقاء تلفزيوني، لأني مش عايزة أظهر تاني، ودي حرية شخصية، ومش عايزة أي حد يبعتلي ويقول لي ليه كده، لأني مش هرد. أنا قررت الاعتزال الفن نهائيا، وإن شاء الله شوية شوية هعمل كل اللي نفسي فيه، وان شاء الله باذن الله يمكن ربنا يكتب لي الحجاب ويمكن البسه، ويمكن البسه وابعد عن اي حاجه. وانا طلعت واعلنت ده رسمي على صفحته، ومش عايزه حد يراجعني او يتصل او يكلمني، لاني مش هرد. انا خلاص يا جماعه عملت الموضوع ده وانا مقتنعه من جوايا، ومش عايزه اي حد يبعت لي، لان اي حد لو بعت لي عشان يستفسر مني انا مش هرد على اي حد ولا هفتح التليفون حتى لو مين رن عليا. انا خلاص تعبت
ومش مستنيه من اي حد اي حاجه غير ان انتوا تدعوا لي دعوه كويسه من قلبكم ان ربنا يهديني كمان وكمان. بجد انا فرحانه، بجد بفرح قوي لما اسمع ان حد اعتزل المهنه دي، بجد ببقى مبسوطه جدا في قمه الانبساط لما بسمع ان فنان، خصوصا لما يكونوا في عز شبابهم وبيطلعوا يعتزلوا الفن، مش عشان عجزوا لا، بيبقى قرار نابع من جواه. اقول لكم بقى تفاصيل حوريه فرغلي. عرض زواج للفنانه حوريه فرغلي ب 2 مليون دولار مهر، بعد ما طلع خبر ان هي اتخطبت لنزار الفارس، وبعد 3 4 ساعات فشكلوا الخطوبه ما كانتش خطوبه. هقول لكم في السريع ايه اللي حصل. حوريه فرغلي كانت رايحه تصور مع الاعلامي العراقي نزار الفارس، برنامج عادي خالص كانت رايحه فيه ضيفه، فبيقول لها انت ليه ما اتجوزتيش وانت سنك معدي دلوقتي الحاجه 40؟ قالت له انا كبرت وعمليات التجميل اللي عملتها في وشي بوظت لي وشي، فده ما بيخليش حد يتقدم لي. فعرض عليها وقال لها طب ايه رايك بقى ان انا هخطبك بهزار، وكانوا في البرنامج وصوروا وكان كله هزار في هزار. فانتوا من طبع المذيع ده ان هو بيحب يخش ترند، فاعلن ان هي اتخطبت له، لكن الموضوع كان كذب يعني مش حقيقي، وكان عشان يدخل ترند. ايه اللي حصل بقى بعد ما طلع وقال انا كنت عامل الموضوع ده مجامله ليها، او كنت بفرحها لان هي ست كبيره وشكلها سامحني يا رب، فعشان كده عملت الموضوع ده. ايه اللي حصل بقى؟ طلع مهندس كبير، تقدم احمد حجازي هذا العرض الفريد من نوعه عبر حسابه على الفيسبوك، قام بنشر صوره له بجانب صوره حوريه فرغلي، وارفق التعليق الاتي: انا المهندس احمد حجازي اود ان اعرض زواجي على الفنانه الجميله حوريه فرغلي، واقدم لها مهرا قدره 1 مليون دولار امريكي نقدا وعدا، وذلك لمساعدتها في تخطي التنمر الذي تعرضت له مؤخرا من قبل احد المذيعين. ادعى ذلك المذيع ان لا احد يرغب في الزواج منها، انا كمهندس احلام الفتيات في انتظار ردها. وكمان كتب: ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم موده ورحمه ان في ذلك لايات لقوم يتفكرون. طلع وكتب الموضوع ده يعني عشان يحسن من حالتها، او اللي طلع اتنمر عليها وقال ان هي كبرت في السن، ان هو كان عامل الموضوع ده مجامله، فهو حب ان هو يتقدم لها رسمي ويقول لها اديكي كمان 2 مليون دولار مهرك. فحب ان هو فعلا عرض عليها الزواج، مش هزار او حاجه، لا هو فعلا بيعرض، ولو هي وافقت هيتجوزها. الناس اللي بتجبر بخاطر الناس يا جماعه، فعلا انا بحب الناس قوي اللي بتجبر بخاطر الناس، ما بحبش الناس اللي تتنمر على الناس. ليه؟ دي خلقه ربنا، ومهما حصل يا جماعه ما ينفعش نعيب على حد على خلقه ربنا. لا حول ولا قوه الا بالله. اتمنى منكم لو الفيديو عجبكم ما تنسوش اللايك والاشتراك والتعليق في القناه.